وين يا حجة؟ في فرنتيسة النصر. ان شاء الله. تفضل يا حجة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ذات الاورام يا حجة، مستشفى الاورام ان شاء الله. ان شاء الله صحيح خير ان شاء الله. بتتابع هناك؟ والله ابن بنتي هو مريض سرطان، عنده لوكيميا الدم في الغدد اللمفاوية. قديش عمره يا حاج الولد؟ هو طبق ال 14 سنة وهو مريض سرطان في 2020، وهي طبق في 2021 ال 15. إن شاء الله ربنا بيشفي لك إياه. صار يتابع يعني في المستشفى الرنتيسي، لكن ما تلقاش أي علاجات في هذه 10 شهور الأولى من شهر 1 لشهر 12. لحد يعني ما إحنا عملنا مناشدة للطفل، رغم إنه كان تعبان، كان تعبان على آخر درجاته يعني. يتوجع لدرجة يروح ينام في الشفا، من صراخ الوجع، من السخونية، من قلة المشي، من الحر، قلة الحركة. انت تقول يا رب وخلاص. بعد ما قالوا العلاج هاي متأمن له، متوفر له هان، واجت العلاجات هان. بعدها قالوا لنا ما فيش اي علاج له. طب كيف بتسوي في حالة التنسيق يا حجة لما بكون تطلعوا على الضفة؟ عملنا التحويلة وانقبلت بعدها الحمد لله، ورحنا في 1/11 كنا في قلب المستشفى يعني. هذه أول ما بدأت أول علاج يعني له. أول علاج له، وبدا العلاج المكثف له الدكتور. قعدنا اول فتره 3.5 شهور احنا في المستشفى، ما طلعناش خالص منها. الدكتور لما شافه بيقول لي انا لو شفته قبل ما يجي ما قبلتوش في الوضع والحاله اللي كان فيها، لانها كانت حالته صعبه على الاخر. هذول 10 شهور في غزه مريض سرطان ما ياخذش اي علاج، كيف تكون وضعه وحالته؟ لكن صحيح. من حمد ربنا ولطف ربنا فيه، وان شاء الله ربنا يحفظه ويحمي كل المرضى وجميع عباده من امه. مين بروح معه يا حجة؟ انا اللي بطلع معاه كل مره. انت اللي بتطلع معاه؟ انا كل مره انا اللي بطلع معاه. مش متعب يا حجة عليك؟ هي مرتين اللي تاخرناهن يعني، اخرونا اسبوع يعني، كان تحت الدراسه مره، وهذه المره هيهم برضو اخرونا، كان يوم احنا لازم بكره نطلع على المستشفى، فهيهم عملوا يعني ان شاء الله عملوا التحويله الجديده، وعلى اخر الشهر ان شاء الله حنطلع على نابلس. يعني انا قبل ما اروح المره هذه اللي في 4/11 لما روحنا، بقول لي اعمل حسابك المره الجاي لما تيجي بدك تدفع الى السكن اجار. مرات يعني ما تاخذنيش، احيانا اجار الطريق دوبنا بنطلع فيه يعني، اجار الطريق اللي نروح فيها مثلا نروح فيه. احيانا لما بنطلع في السكن بطلبوا منا نشتري العلاج شريه. تكاليف. تكاليف يعني ما بتصير صعبه على مين؟ على اهل المريض يعني. ما تاخذنيش، مش كل واحد معاه اللي يقدر يجيب كل شيء وتكلفه. صحيح. عندك في نوعيه علاج 300 شيكل حقه. شوفي في النهايه هو كل شيء بهون، المصاري بتهون، بس الولد بس يطيب ويشفى. يطيب ويرجع طبيعي. كل يعني هذا بنت يا حجة، هذا طبيعي. ربنا يشفي كل المرضى ويشفي كل المرضى لاهاليهم. هاي الرنتيس يا حجة، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا حجة، سلم ايديك يا ابو. الله يسهل عليك يا.